صاحب رؤية منذ استدعته الصناعة ليكون أحد روادها. في الوزارة ترك إنجازات لا تزال تحكي فصولاً عن قطاع واعد. إنه رجل الأعمال والصناعي والوزير فريج صابونجيان. أدعوه لإعلان الفائز. تفضل. مساء الخير. لا تقف حدود الدبلوماسية اللبنانية عند سقف السياسة وحدها، إذ يتقدم قطاع السياحة والضيافة إلى الواجهة، وهو علامة تسويق فارقة للبنان بين دول المنطقة. حول المؤسسة من إدارة قطاع حيوي إلى مدرسة تخرج اللبنانيين ليكونوا أفضل سفراء للسياحة. لجنة التحكيم منحت جائزة ناشونال إيمج إلى سلسلة فنادق جولدن توليب، ندعو رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمين مكرزل لتسلم الجائزة. خير. ما في شك انه نشكر فيرست بروتوكول وطبعا السيده فيوليت والاستاذ مارون بلعه، ونتشكر للجادجز بطريقه الوقت اللي مرقنا فيه لوصلنا ليكن اليوم. بتشكر طبيعه الحال فريق العمل اللي واكبني واللي قدر نواكب قطاع السياحة والفنادق إن كان في لبنان وتطوير مواردنا البشرية اللبنانية. وشكراً لمعالي الوزير للكلمة الحلوة اللي قالها، وطبعاً ما بيستاهل هالقد. بدي أتشكر طبعاً اللي ساعدوني في مسيرتي لنقدر نكون سوا اليوم، وتشكر عائلتي للدعم العطيونية. وما تواخذوني كانت كلمتي محضرة بالإنجليزي، إنما فضلت أني أقولها بالعربي وأقول أنه It's not what your country does to you, it is what you do for your country. مش بس لبنان شو في يعطينا، نحن شو فينا نعطي للبنان. ومن هال الباب الصغير مثل ما قالوا بعض المعالي والسعادة قبل شوي بخصوص الفنانين يلي فرحونا وتركونا، والجيش اللبناني وقوى الأمن يلي حميونا وخلونا نكون نقدر نقوم بهالحفل اليوم. وشكراً.